أنتقل إلى سيد توفيق. سيد توفيق، هناك تناقض أمريكي واضح، فبينما تزعم واشنطن أنها تحاول جاهد الوصول لتهدئة، نراها اليوم ترسل قائد المنطقة الوسطى إلى إسرائيل لوضع خطة تنسيقية للهجوم على إيران. كيف تحلل هذا التناقض؟ شكرا لحضرتك على الاستضافة، وأهلا بك وبالسادة المشاهدين. معذرة، التناقض الظاهري ده الحقيقة يفسر بأنه هو في كلام سياسي بيتقال الرغبة في التهدئة، ولكن من ناحية أخرى أن واشنطن أرسلت هذه القوات لسببين رئيسيين. يعني أولا، لو إيران ضربت فعلا إسرائيل بصورة جادة وبقوة، يبقى في رد قوي جدا ضدها، ويستغل الفرصة لإضعاف الجانب الإيراني بشدة. ده أحد الاحتمالات. الاحتمال الثاني إن هو يوصلوا بدرجة من إنهم يعملوا عملية ردع للنظام الإيراني، إن هو يضرب إسرائيل بقوة. بمعنى إن هو في نظرية هنا في واشنطن إن أهم حاجة في القوات المسلحة إنها تمنع الحروب، من شدة الردع اللي موجودة تمنع حدوث الحروب، مثل ما حدث بين أمريكا وروسيا مثلا. الاثنين كانوا يقدروا يدمروا بعض، فما حصلش حروب نووية ما بينهم. فهو اللي حاصل ان هو امريكا بتظهر للجانب الايراني النهارده ان هو لو مسست بامن اسرائيل ستكون الضربه ليست فقط من اسرائيل ولكن مننا، واحنا بنرسل اعلى درجه قوات حتى تعيد ايران التفكير مره اخرى في نوعيه وكيفيه الضربه. فاعتقادي في هدفين هنا، واحد منهم سياسي، محاوله التهدئه، وقد يكون في نظر البعض في واشنطن ان وجود ردع عالي قوي هو قد يكون أحد أسباب التهدئة، أنه هيمنع الجانب الإيراني من الهجوم. إذن كما تقول، هذا أحد مبررات سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، أن تواجدها العسكري للردع فقط. ده أحد التفسيرات الممكنة، وده ممكن يشتغل على فكرة لو الجانب الإيراني بدأ يعيد حساباته، لا، رد الفعل الأمريكي أعلى من حساباته، فممكن ساعتها يعمل رد أقل من اللي كان ناوي عليه حتى لا يتعرض لضربة قاسمة من الولايات المتحدة وإسرائيل.